الكريمة من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي حفظه الله تعالى ورعاه، وبحضور كريم من السادة الوزراء والمفتين والعلماء والمتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والسيدات والسادة أصحاب الفكر والرأي في الصحافة والإعلام. وقد ناقش المؤتمر أثناء الفعاليات المتنوعة بين جلساته وورش عمله وأبحاثه، ناقش قضايا التطرف والمنطلقات الفكرية قديما وحديثا، وناقش كذلك تحليل تلك المنطلقات ومناقشتها وتحليل الأفكار الممثلة لأركان الفكر المتطرف وكيفية السيرة في سياسات متكاملة لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب واستراتيجيات مواجهته والوقاية منه، مع طرح سبل تعزيز التعاون المشترك الإقليمي والدولي في هذا الإطار. وعلى هامش جلسات المؤتمر المعرض مجموعة متميزة من ورش العمل، وهي الأولى الاستمارة البحثية العربية والإنجليزية في مجال التطرف والإرهاب، الثانية تحليل التجربة المصرية في مجال مكافحة التطرف، الثالثة تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات المختلفة البحثية المعنية بدراسة التطرف. وقد حرص المؤتمر من خلال جميع فعالياته على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها مناوحات التطرف المبررة لجرائمه والرد عليها، تفكيك مقولات التطرف ومفاهيمه والرد عليها، ترسيخ قيم السلام والتعايش والتفاهم بين الشعوب والحضارات، تبادل خبرات التجارب الدولية في مكافحة التطرف، فتح آفاق أوسع للتعاون البحثي والأكاديمي في هذا المجال. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى في مؤتمرنا هذا إلى إطلاق عدد من المبادرات المهمة التي تمثل خطوات جادة في سبل مكافحة التطرف وقاية وعلاجا. هذا وقد خرج المؤتمر في ختامه بمجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي خلص إليها من خلال اقتراحات السادة المشاركين من العلماء والباحثين. وقد جاءت التوصيات بما أولا يدعو المؤتمرون إلى أن يصبح المؤتمر لمادة السلام لدراسات التطرف منطقة عالميا سنويا لكافة المراكز البحثية المتخصصة في مجال دراسة ومكافحة التطرف والإرهاب، يعمل على تنسيق الجهود وتحديد الأولويات وتوزيع الأدوار والتشبيك بين كافة المؤسسات الدينية وصناع القرار والمراكز البحثية والأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية والأممية، وذلك لزيادة الفاعلية والتأثير والخروج بالمبادرات المشتركة في مجال مكافحة التطرف وقاية وعلاج وتأهيلا. مركز سلام لدراسات التطرف التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم للدعوة إلى مؤتمره السنوي الأول تحت عنوان التطرف الديني، المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة. ويسعى المؤتمر لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها أولاً الوقوف على أطروحات التطرف المبررة لجرائمه والرد عليها رداً علمياً رصيناً بعيداً عن النمطية والتكرار. ثانياً ترسيخ قيم السلام والتعايش والتفاهم والتسامح انطلاقاً من رسالة الأديان ومبادئها الكلية. ثالثاً تقييم أهم استراتيجيات مكافحة التطرف في العقدين الأخيرين. رابعاً تقديم مخرجات علمية رصينة تسهم في دعم صنع سياسات مواجهة التطرف. خامساً إنشاء برامج تدريبية يتشارك فيها المختصون في قضايا التطرف تكون مرشدة للدول المواجهة للتطرف. تسعى دار الإفتاء من خلال مركز سلام إلى أن تشكل إضافة مهمة لمواجهة التطرف استناداً إلى عدد من الأدوات والأوعية، وهي الدراسات المتعلقة بالتطرف والنشرات الدورية التي تحوي ثمرة العمل البحثي والعلمي للمركز، التشبيك مع مراكز الأبحاث المهتمة بمكافحة التطرف حول العالم
وعقد ندوات وورش عمل للخبراء والباحثين في المجالات المتعلقة، استخدام كافة الأدوات التقنية الحديثة كالرسوم المتحركة والردود العلمية المصورة لعدد من القيادات الدينية وغير ذلك من الوسائل لتوصيل الأفكار الصحيحة وبيان حقيقة التشدد والتطرف، مع توظيف الأدوات الإلكترونية في النشر والترويج لمخرجات المركز. إعداد برنامج أكاديمي يعالج ظاهرة التطرف بعدة لغات، والعمل على تدريسها ودمجها في البرامج الدراسية حول العالم. الأرشفة والمعالجات الإلكترونية لسائر ما يتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب. البرامج الرئيسية لبنية الفكرية للتطرف وتحليل الاتجاهات الرئيسية في مواجهته وتطوير سياسات تلك المواجهة من خلال 5 برامج رئيسية. البرنامج الأول: الرصد والأرشيف الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية، وذلك من خلال إطلاق برنامج إلكتروني يستند إلى التقنية الحديثة في تشكيل مخرجات تجمع كافة العوامل المرتبطة بالتطرف والإرهاب في شكل شبكي وفق عوامل متفاعلة محددة تحقق التحليل الدقيق للظاهرة. البرنامج الثاني: تفكيك التطرف والوقاية منه، وذلك عن طريق تحليل بنية المتطرفين الفكرية ورؤيتهم للعالم وطرق استدلالاتهم الشرعية والرد عليها. البرنامج الثالث: إعادة التأهيل والدمج، وقد أنشأ لتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج التأهيلية الموجودة بالفعل، تطوير برامج أكثر فاعلية وكفاءة. البرنامج الرابع: خبرات مكافحة التطرف، ويهدف إلى تحليل بعض النماذج المضيئة في مجال مكافحة التطرف والاستفادة منها. البرنامج الخامس: التعاون الأكاديمي والبحثي، ويهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون الأكاديمي والبحثي بين الهيئات والمؤسسات البحثية محلياً ودولياً. ودعماً لأهداف مركز سلام، يقدم المؤتمر في دورته الحالية طائفة من المشروعات الرائدة والمبادرات المهمة. هذا المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان التطرف الديني، المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة، أول مؤتمر دولي يجمع شرائح من المختصين بهذا الملف. الشريحة الأولى هي تمثيل أممي ودولي واضح ممثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. الشريحة الثانية هم أهل التخصص في المجال في مراكز الأبحاث المعنية بالتطرف، وأيضا المراكز الأكاديمية في الجامعات المرموقة، سواء تكلمنا عن أوروبا ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أو أمريكا الشمالية ممثلة في الولايات المتحدة وكندا، أو أوروبا ممثلة في الاتحاد الأوروبي، أو أفريقيا في جامعات أفريقيا وهولندا والدنمارك وإلى غيرها من الجامعات المرموقة. الشريحة الثالثة هم علماء الدين والمفتون المعنيين بتفكيك خطاب التطرف، وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن تجمع القاهرة هؤلاء المختصين على مائدة واحدة، المختصين في الجهات الأممية والجهات الدولية والجامعات ومراكز الفكر وعلماء الدين. يعني من زمن عقدنا عدة مؤتمرات عن التطرف كان مشترك فيها علماء الدين فقط، الآن نجمع الجميع على طاولة واحدة. هذا هو الجديد الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية. المؤتمر شهد حضور مكثف من 45 دولة، وده يعتبر في هذا الوقت عدد يعني فيه زخم كثير جداً من دول كافة في 5 قارات في العالم. وشهد يعني محاور المؤتمر نقاشا ثريا، تكلمنا عن الثابت والمتغير في المنطلقات الفكرية للتطرف بين الماضي والحاضر،
تكلمنا عن نقطة مهمة جدا وهي تجديد الخطاب الديني ودوره في مكافحة التطرف. تكلمنا عن العصر الرقمي وتحدياته، نحن نعيش عصر رقمي انتقلت فيه حواضن التطرف من الأماكن المباشرة إلى الفضاء الإلكتروني، وهذا يعطي بعدا جديدا للتحديات التي نواجهها. تكلمنا أيضا عن التجربة المصرية في مكافحة التطرف لأنها تصلح أن تكون نموذجا يحتذى به ويقتدى به في العالم، سواء تكلمنا عن الجانب الفكري أو الجانب الأمني الديمقراطي. كل هذه المحاور تم نقاشها، والآن نحن على وشك الجلسة الختامية والتي ستكون أيضا فيها مشاركات من أبرز الحضور. عندنا مشاركة من الأمم المتحدة والمدير مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة سيعلن دعمه لجهود مصر وجهود مركز سلام لمكافحة التطرف في هذا الشأن، وسيتم عن قريب عبر القنوات الرسمية عقد مذكرة تفاهم بين مركز سلام وبين الأمم المتحدة في هذا الخصوص. أعتقد أن التوصيات ستكون ثرية ببعض المبادرات العملية، ومن المبادرات العملية اللي أطلقها مركز سلام في هذا المؤتمر هو أن يكون هناك معرضا متجولا لمكافحة التطرف سيكون متواجد في الجامعات المصرية وفي النوادي الرياضية وفي المولات التجارية وفي الساحات العامة والأماكن العامة والميادين العامة. هدف هذا المعرض هو عرض أفكار مكافحة التطرف بطريقة جذابة لافتة، بطريقة فنية تجذب طائفة الشباب. نحن نعلم أن الشباب الآن متفوق تكنولوجياً ويحب الرسائل المباشرة والرسائل اللي هي في كبسولات لا تزيد عن دقيقة أو دقيقتين. هذا ما سنفعله في معرض للصور يبين والدمار الذي يلحق بالمجتمعات التي تنتشر فيها آفة أو جرثومة التطرف. التطرف يؤدي إلى إرهاب، الإرهاب يؤدي إلى دمار للمجتمعات، يؤدي إلى دمار للبنية التحتية، يؤدي إلى ضياع مستقبل أجيال بكاملها. يعني هذا نضعه في صورة صور. أيضا الاستقرار والسلام المجتمعي ونبذ الكراهية نضعها في صور ومواقف درامية قصيرة حتى نحصن الشباب من الوقوع في براثن التطرف. من أيضا المبادرات المهمة التي أطلقها مركز سلام هو السعي لأن يكون هناك هيئة أو مظلة تجمع كل مراكز ومراكز الأبحاث المعنية بالتطرف. هذه المظلة غير موجودة، نحن سنطلق هذه المظلة في التوصيات، وستكون مصر باعتبارها البلد الذي يمثل نقطة التقاء لكافة الثقافات والحضارات والأديان، فهي قبلة لكل العالم، ستكون هي مؤهلة لجمع هؤلاء العلماء وهذه المراكز وأيضا المراكز الأممية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأفريقي. سيكون لهم نشاط متميز في قلب الحضارة وقلب العروبة وقلب العالم وهي مصر. سيكون مركز سلام هو القاء التنسيق وتوزيع الأدوار
وتحديد الأولويات فيما يختص بمسألة مكافحة التطرف. أعتقد أن هذا المؤتمر يمثل حدثاً تاريخياً للعالم أجمع في ملف مكافحة التطرف، من حيث أنه جمع كل المختصين في كافة المجالات على طاولة ومائدة واحدة، من حيث أن لمصر قبول عالمي، مصر بلد الأزهر الشريف، مصر الحضارة والتاريخ والثقافة، مصر التنمية والعمران، مصر لها قبول، ولابد أن نستغل هذه القوة الناعمة في سبيل التسويق للتجربة المصرية في كافة المجالات. المؤتمر الذي أقامه مركز سلام في القاهرة هو مؤتمر في الحقيقة يعد نقلة نوعية في كل جهود مكافحة التطرف، وأنا أظن أنه هو مؤتمر يعلن عن بداية رائعة للريادة المصرية في هذا المجال. نعم هناك جهود، وكانت جهود مستمرة للدولة المصرية، ولكن الدولة المصرية تريد أن تطور دورها الريادي في هذا السياق، ولذلك تقوم بهذا المؤتمر الذي يعد أكبر اجتماع أو أكبر جامعة تجمع العناصر متعددة من جميع أنحاء العالم المهتمين بهذا الأمر ومراكز الأبحاث. فأظن أن هذا المؤتمر سيكون فاتحة خير على كل جهود المكافحة، وسيؤدي بشكل كبير جدا جدا إلى إنقاص معدلات التطرف في جميع أنحاء العالم بدرجة كبيرة. ولكن أظن أننا في حاجة إلى أن ندعم جميعا مركز سلام في الدور الذي سيقوم به، وستظل مصر إن شاء الله ليست واحة للسلام فقط، بل رائدة للتنمية في كل أنحاء العالم. لا يخفى أن إحنا بقالنا سنوات بنعاني من بعض تيارات التطرف والتشدد اللي حولوا حياة المجتمعات إلى جحيم، ده من جانب، ومن جانب آخر شوهوا الوجه السمح للدين الإسلامي. أنا لا أقول أن هذا المؤتمر هو خطوة مبتدأة، بل هو خطوة سبقتها خطوات كثيرة في سبيل مواجهة هذا الفكر ومكافحته وتعاريته وبيان زيفه. احنا عندنا دايما بنعتقد ان الفكر المجرد مهما كان متطرف ومهما كان منحرف، فان السبيل الامثل لمواجهة هذا الفكر هو مقابلته بفكر مضاد. الفكر يواجه في الاساس بالفكر. لماذا لا يواجه الفكر الا بالفكر؟ لان الفكر لو وجه، الفكر المجرد طبعا، انا لا اتكرر، الذي خرج من حيز التنظير الى حيز حمل السلاح والعنف، إذا خرج الفكر من حيز التنظير المتطرف إلى حمل السلاح والعنف، فلابد إذن من وجود الحل الأمني حينئذ. لكن الفكر المجرد مهما كان متطرف لابد من مقابلته بفكر مضاد، لأن لو لم يقابل بفكر مضاد أصحابه يمعنوا في اعتناقه، وأصحابه يشعروا بالمظلومية ويكتسبوا تعاطف من الناس معهم بما يروج لأفكارهم حتى لو لم تكن منطقية ولو لم تكن منظمة. فهذا المؤتمر وأمثاله من المؤتمرات والتجمعات العلمية تهدف إلى جمع عدد متنوع من العلماء من أنحاء مختلفة من العالم في تخصصات مختلفة شرعية وغير شرعية، لكي يدلي كل واحد منهم بدلوه في هذا الباب في موضوعات مختلفة تمس لها الحاجة من مفاصل الفكر المتطرف لتفكيكها في أبحاث متخصصة، ويتم عرض هذه الأبحاث في مثل هذه المؤتمرات على العموم بشكل مختصر مفيد. وأنا لا أقول إن هذا حجر يلقى في الماء الراكد فيحدث يعني مجرد تموجات بسيطة، بل إن شاء الله يحدث موجة مفيدة في المجتمع العلمي والمجتمع العام. مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية، وهي لا تتعامل فقط بهذه الصفة الرسمية، وإنما دار الإفتاء موجودة مع الناس في الشارع، تشاركهم مشكلاتهم على أرض الواقع، نستقبل الناس في دار الإفتاء، نستقبل أسئلتهم وتساؤلاتهم عن طريق الوسائل المختلفة، نواكب العصر باستعمال معطيات العصر ومفرداته التي يتعامل بها الناس، فنحاول أن نكون على قدر المسؤولية في مواكبة مشكلات الناس وحلها. ودار الإفتاء طبعا في مواجهة الفكر المتطرف من جهة ودعم الأسرة من جهة أخرى لها نشاطات كثيرة في ذلك، ليست موقوف فقط على المؤتمرات، بل عندنا مجموعة من الدورات ومجموعة من الإصدارات العلمية
في هذا الباب. لا شك موقع دار الإفتاء المصرية على الفضاء الإلكتروني في الفيسبوك يخصص يوما على سبيل المثال، يعني يخصص يوما من كل أسبوع للإرشاد الأسري. هذا غير مركز الإرشاد الأسري الموجود عندنا في دار الإفتاء المصرية، هذا بالإضافة أيضا إلى الدورات العديدة التي عقدتها دار الإفتاء المصرية على مدار سنوات عديدة سابقة في مجال الإرشاد الأسري كذلك. المؤتمر ده باكورة في هذا الملف، وجمع يعني بوتقة من رجال الدين ومن السياسيين ومن الحقوقيين ومن المتخصصين الاجتماعيين وغيرهم أيضا في الملف الأمني، يعني جمع طوائف متعددة تهتم بهذا الملف، لأن احنا بنهدف من هذا المؤتمر وإن شاء الله ما يكونش أول مرة وآخر مرة، لا ده دي البداية، وإن شاء الله احنا يعني عازمين على أن نجتمع في مثل هذا الوقت من كل عام، ويكون دراسة هذا الملف يعني على مدار الوقت، لأن احنا عاوزين نحارب هذا الفكر المتطرف الذي لا علاقة له بالأديان، وهو لهدم الإنسان والتخريب في الأرض. في الختام يتوجه المجتمعون بالشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد معالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس مصطفى مدبولي دير عاداته الكريمة للمؤتمر، وحسن استقبال الوفود المشاركة في هذا المؤتمر القيم والدعم المستمر لمساراته للمؤتمر، متمنين جميعا لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية التوفيق والنجاح والاستقرار الدائم إن شاء الله تعالى.